مش محتاجة بيكم في حلقه جديده من برنامج على قد الايد. النهارده هنعمل حلقه على قد الايد قوي، اي نعم حلوها مكلف حاجه بسيطه، بس كل حلقه على قد الايد جدا. النهارده هنعمل مع بعض عجه بالبيض البقدونس، وهنعمل كمان عيش بالرده، وهنعمل شوربه قرع مع بعض كمان دي عشان تكملي القيمه الغذائيه. والحلو بتاعنا ام علي بالميفان. يلا بينا نبدا الحلقه. هنعمل دلوقتي الميفي ام علي بالميفي. انا عملت لكم قبل كده بالرقاق صح، اللي حكينا قصه ام علي كلها بالقصه الحقيقيه بام علي بتاعه زمان اللي كانوا بيعملوها اللي هي بالرقاق الناشف. النهارده هنعملها بالميفي، وكمان في طرق كتير جدا لام علي، كل مره هنعمل طريقه جديده لام علي. النهارده هنعملها بالميفي. جيب تشتريه جاهز من بره، مش ثمنه مش كتير خالص، يعني دي حوالي ب 10 جنيه، دي نص كيلو وحبه كده او نص كيلو بالظبط ميفي. بتشتريه من عند الحلواني، من عند اي سوبر ماركت من الكبار شويه، بيبقى موجود هناك ب 10 جنيه. بتعملي ام علي تحفه. هي يعني بتبقى احلى شويه من الرقاق، الرقاق بيبقى ناشف بس احنا بنزود له زبده صح. هنا هحط نص كوبايه زبده بس عليها عشان الميفي معمول فيه زبده كتير، يعني هو معمول طبقات، طبقات كلها بين الزبده والعجين اللي هو بيعملوه. فعندنا نص كيلو ميفي، كوبايه سكر، نص كوبايه زبده، كيلو لبن، اي مكسرات عندك، جوز هند، زبيب، قشطه، اي قشطه عندك. دي قشطه علب، انت لو عندك قشطه من على وش اللبن هتستعمليها، عندك قشطه من عند اللبان هتستعمليها، زي ما انت عايزه. هنجيب بقى الميفي جنبنا كده ونبدا نكسره. ده مش محتاج ندهن صينيه ولا حاجه، صينيه بايركس، اي صينيه عندك، مش محتاج ان احنا ندهن صينيه. بصي هو بيتكسر مش بيستحمل. نعمل طبقه تحتانيه ميفي كده، كسره قطع، مش تفرمي، تكسير قطع قطع شويه كده كده. احنا عملناه بالرقاق، بالرقاق بياخد ايه، بيبقى انشف شويه من دي يعني الحاجه الراقيه بتاعت دلوقتي، الموضه يعني، بالميفي ده الموضه. ان في طرق بالرقاق، في طرق بالكرواسون، فاحنا هنعمل لك ان شاء الله ام علي كتير، نعمل عيله ام علي كلها كده. كفايه الطبقه التحتانيه كده اهو، طبعا كل ده ما يشرب اللبن بينزل كده تحت، ونحطه في وسطيه الزبيب مع جوز هند كده كده، جوز هند حبه كويسين كده، ونيجي نكسر حسب بقى ما انت عايزه تحطي الحاجه دي قد ايه. ممكن احط له حبه كمان كده. كمية الحشوة ونوع الحشوة زي ما انت عايزة، على قد ايديك. نحط هنا بقى ايه بيت الميفي تاني، نكسره كده ونوزعه برضو عشان نعمل طبقة تانية. طبعا ده مش بينفش، لا ده عكس الكيكة، ده بينزل بيهبط مش بينفش. ما تقلقيش يعني لو انت عملتي زياده وطلعت بره الصينيه مش مشكله. هو كفايه كده عشان ايه
لما دي ممكن بقى الحبه الفضلانين دول نحطهم في طاجن صغير، الطواجن الفخار اللي هي بتاعت الزبادي دي ممكن نحطهم فيها ونكمل بيها، يعني دي كفايه عشان انا لما احط اللبن ما يترطش بره كده، ده كده يا دوبك. ودول ممكن طاجن صغير نروح حاطينه فيها، ولو لقيناها خدت اللبن ويعني هبطت كده ممكن نكمل. بس خليها دلوقتي هنا، والحشو بتاعنا برده نحطه برده على الوش شويه برده. مش كتير جوز هند عشان ما يتحرق، مش كتير زبيب عشان ما يتحرقش، خليه جوز هند اكتر، لان على طول الزبيب بيتحروق على وش اي حاجه، فاحنا نخليه يستخبى كده تحت شويه. شفت المعالي سهله ازاي؟ مفيهاش حاجه، يعني انت مثلا جايلك ضيوف مش عارفه تعملي ايه، ورحتي جبتي بس مجرد باكت مايفي من اي سوبر ماركت، او عندك ممكن تجيبيه عندك تحطيه في الفريزر على فكره، يعني انت في اي سوبر ماركت لقيتي المايفي دوت ب 10 جنيه هو نص كيلو وحطيه في الفريزر عندك هيبقى برده كويس جدا، حاجه حلوه شيك قوي وفي منتهى السهوله، ممكن تعمليها طواجن وممكن تعمليها صينيه على بعضها وتتغرب، بس الاشيك ليها انك تعمليها طواجن. هي عندك بايركس، عندك اللي هي الاكروبال، عندك الطواجن اللي هي الفخار، ممكن اي نوع من دول تتعمل برضو، دي حلوه جدا وسهله جدا، لا محتاجه بقى تعملي عسل ولا تعملي كيكه ولا تعملي دقيق ولا حاجه خالص، مجرد مكسرناهم وهنضيف لها الحاجات دي وندخلها الفرن. بس نبدا بس نسخن اللبن عشان ندوب السكر، انت ممكن تحطي السكر ايه هو تاخد الكيلو كله، ممكن ان انت تحطي السكر كده هترشيه عليها على الطبقه التحتانيه والطبقه دي، بس الافضل انك تحطي مع اللبن. نسخن اللبن، شفتوا بقى حاجه حلوه سهله وسريعه ازاي؟ مفيهاش اي حاجه، احنا هنا مقلين الزبده علشان ايه قلنا؟ علشان هنا الميفي في زبده كتير، انما نعمل بالرقاق زي ما عملناه قبل كده بنحط كوبايه زبده بحالها وقشطه كتير كده. كوبايه السكر ندوبها مع اللبن، وبرضو عايزه اقول لك السكر ده اختياري، هتحبي سكر حاجات مسكره قوي حطي كوبايه ونص سكر، بتحبي عايزاه حاجه عذبه قوي يعني بتحاولي انك تقللي من نوع السكر حطي كوبايه الا ربع سكر، كوبايه سكر ده المتوسط. فدي تاني تاني ام علي هنعملها لك، ده تاني نوع يعني، ان شاء الله المره الجايه اعمل لك بالرقاق، اعمل لك بالكرواسون برضه تطلع حلوه جدا. حاولي يكون عندك بقى ان شاء الله الطواجن الفخار اللي بقول لك عليها دي، فخار او بايركس او اكروبال، اي حاجه صغننه تخش الفرن دي خلينا متوفره عندك، لان دي بالنسبه للضيوف او بالنسبه لبيتك برضو حلوه جدا، بنعمل منها حاجات كتير قوي، بنعمل طواجن رز معمر صغيره لما يكون حاجات منفرده كده ما بتهدريش في الحاجه، يعني غير لما بتعملي صينيه على بعضها حاجه بتتفتفت كده وتترمي حاجه ما حد ياكل حته ويسيب الباقي، انما لما يكون كل واحد واحده كده تبقى اظرف كتير، اظرف واشيك وتحس ان هي ايه ملمومه وواحد لازم يخلص الطبق بتاعه او الطاجن بتاعه ده. فحاولي تجيبي منها وبعدين ما تيجي تحطيهم في الفرن مش تحطي طاجن طاجن، لا تلميهم كلهم جوه صينيه وتدخليهم الفرن كده اسهل معاكي، انما هتحطي مثلا على الشبكه طاجن هنا وطاجن هنا وطاجن هنا كل واحد ياخد ايه حراره مختلفه وصعب عليكي انك تشيلي وتحطي فيه، لا لميهم كلهم في صينيه واستعملي بقى الصينيه دي في انك تدخليها جوه الفرن وتطلعيها بصينيه كلها، عشان مفيش حاجه تتدلدق كده ولا كده، انما تحطي على الشبكه والطاجن صغنن ممكن الشبكه يتعوج مثلا فيتدلق منك، وبعدين ماسكته كمان مش هتملكي منها عشان يبقى سخن جدا، فالاحسن ليكي رصيهم في صينيه كده. احنا بقى قلبنا كده بندوب ايه هنا عشان كمان نوزع الزبده كويس، هنحطها ايه مع اللبن هي كمان زي السكر كده هتسخن، واما نيجي نحطها على الحاجه دي اللي احنا بنعملها دي هتوزع كويس. انا مش عايزه اللبن يغلي، انا بس بدوب كده كفايه، اجيب كبشه عشان اوزع مظبوط كده. خلاص الزبده خلاص، القشطه دي بقى العلب اللي انا جايباها دي هنوزعها معلقه معلقه بقى كده تفرش لوحدها، هتاكد بس ان السكر داب
عشان يتوزع برضو في كل حاجة مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله عشان تطلع حلوة. تمشي ايه على مكان مكان كده واحده واحده. لو انت حسيتي انها هتاخد اكتر من كيلو اللبن عادي حطي لها، احنا هي دي تبقى ايه يعني، تبقى طريه كده بتاكليها شبه الرز باللبن شويه، يعني سمكها سمك الرز باللبن شويه او اتخن حاجه بسيطه كده. يبقى احنا هنا الحاجه الحلوه دي كلفتنا تمن المايفيه وكيلو اللبن بس. طبعا عندك الزبده في البيت، عندك القشطه هتجيبيها برده، يعني كلها بس كلها حاجات سهله جدا. يعني انت واقفه كده في السوبر ماركت هتلمي الحاجات دي مش هتتعبك خالص كده. كان بيت اللبن كله، شوفي هي خدت كيلو اللبن كله بس، هي كده كويسه جدا ان شاء الله. لو انت حطيتيها في الفرن وحسيتي ان المايفيه شرب اللبن كله وهتنشف، زودي لها كبشتين لبن. نحط بقى هنا ايه؟ القشطه. القشطه دي مش هتعرفي توزعيها طبعا كده، هنعمل حته حته كده. هي بقى هتفرش لوحدها على الايه؟ وكمان الاحلى واحلى لو عندك وش اللبن ده جميل جدا. كلها كده، دي علبة القشطة، علبة قشطة صغننة، وأحطها في الفرن، فرن حامي في الرف الوسطاني لغاية ما يحمر الوش بس. هي كده كده مستوية، احنا عايزين بس تمسك نفسها تتشمع ويحمر وشها بس كده. وهسيبك فاصل صغير ونرجع نكمل بقية أكلاتنا. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل وعملنا ام علي وكلفناها شويه. هنعمل الاكله دي مش مكلفه خالص، يعني واحده تشيل واحده. ام علي كلفتنا حبه عشان فيها قشطه وملفيه يعني شويه. هنعمل دلوقتي اكله خفيفه جدا وسهله جدا مش مكلفه خالص. هنعمل عجه البقدونس. احنا عندنا هنا بقدونس، معلقتين دقيق، بصله كبيره مبشوره، 3 فصوص ثوم، 5 بيضات او 6 حسب ما انت عايزه العدد بتاعك بس، وزيت طبعا عشان ايه نعمل نقلي فيه. هنحطها في الفرن، يعني هنشوح فيه البصل والدقيق. اول حاجه نعملها احنا ايه، 3 معالق زيت كده ولع عليهم. العجه دي حلوه وخفيفه بس مش عايزه بالليل، يعني كليها الصبح كليها الظهر كده. يعني اول حاجه طبعا هدي ملح وفلفل، ده حاجه رسمي، ملح وفلفل. شفت بقى عشان ما اكلفكوش حاجه، عملنا حاجه حلوه غاليه هنعمل الاكله بسيطه شويه، الاكله غاليه نعمل حلو بسيط حاجه تشيل حاجه. يا دوب بس يسخن ونحط عليه ايه البصل، بعدين نحط معاه الثوم، بعدين نحمر معاه الدقيق. مش هنحط البيض هنا، هنسيبه يبرد وبعدين نحط البيض ونحطه في الفرن مع البقدونس. تبقى عجة بقدونس حلوه جدا، وكمان هنعمل ايه العيش بتاعها كله عمال ايدينا النهارده. نجيب بصله كده ونحط لها حبه ملح كده، يعني ربع معلقه ملح. دي هنعوزه تاني دلوقتي. تشويحه مش احمرار، تشويحه بس. هنيجي
نيجي هنا نجيب الحاجات دي على جنب كده عشان نمشي واحده واحده مع بعض. نفرم الثوم عشان يبقى جاهز. وطبعا زي ما اتعودنا ان احنا ما بنحطش البصل مع الثوم عشان الثوم ما يتحرقش. يعني ايه فصين صغيرين يعني معقولين او ثلاثه صغيرين كفايه قوي. نشوح البصل ندبله بمعنى اصح. طبعا مش هحط ده سليم كده، هقطع حتت صغيره بس بمقص بقى، نقصه صغنن كده. نجيب بوله اللي هنرب فيها البيض والحاجات دي. وطبعا احنا مش هنحط البيض على البصل وهو سخن، احنا نسيبه يهدى خالص وبعدين نحط عليه البيض عشان ما يديش اشكال مع بعضها، انما لما تسيبيه يبرد هيعمل لك قرص شكله حلو على بعضه، انما لو حطيتيه وهو سخن كده تلاقي حته نيه وحته مستويه مش هيبقى حلو. اسمها اكله اقتصاديه. ببيض بس، تنفع بقى غدا، تنفع فطار، بلاش عشاء كده يعني. بلاش حمي عليكي في العشاء. مع ان البصل ده بينيم نوم فظيع. يعني مش جاي له نوم كده، هو كله بصلايه محدش عارف يصحيه. محدش ينام جنبه كمان اساسا يعني. احنا كده حطينا البصله ومعلقه ربع معلقه ملح وفصين ثوم او ثلاثه فرمناهم عليها ويتشوح. نبدا بقى نحط الدقيق كمان ايه يتشوح معاها تقليبه صغيره. ندي سوا صغنن كده ايه للدقيق. كده كانك بتعملي بشاميل زي البشاميل، شبه البشاميل بالظبط، بس هو مش بشاميل بقى، هو قابل ايه بالبيض، بالبيض بس مفيش لبن ولا حاجه. بس نخليه بقى ايه يهدى، يهدى خالص. نقلب كده ايه نديله طراوه. وهسيبه يهدى شويه على ما اقصقص الايه البقدونس بتاعنا. كده قص صغنن قطع صغنن، قطعيه بالسكينه بالمقص الخضار، انا اسهل لي مقص الخضار. كده وهنعمل كمان العيش بتاعه، نشيل ده كده. طبعا بلاش العروق التخينه دي، حاولي تاخدي اكتر حاجه الايه الورق بتاعها بس اكتر حاجه. نبدا بقى ننزل كده عشان ايه نهدي حرارة البصل اللي احنا حاطينه. نبدأ نكسر البيض عليها.
هنحط له الملح والفلفل. هو كده خلاص مش هستوي البيض ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكلفناش الغدا ده ولا حاجه، اهو حاجه بسيطه بس مجرد انك هتعملي العيش معاها هيدي الاكله يعني قيمه جامده جدا، غير لما تشتري عيش من بره خالص. يبقى انت برضو عامله اكله بسيطه بس مكلفاها بتعبك بقى. نضرب بس كده البقدونس يتنطور ده كده. حطينا بقى الملح والفلفل بتاعها عشان يتربى كله مع بعضه. فلفل اسود كده، ايه هسيب المعلقه. لو انت بقى عايزاها حاميه كمان ممكن نحط لها ايه فلفل حامي، تبقى برضو حلوه جدا يعني. انت ده ممكن ينفع في الفطار، لو عايزه تجددي في الفطار كده وقايمه بقى يعني رايقه وعايزه تظبطي فطار جديد ممكن تعملي العجه دي. نحط لها حته صغننه كده بس فلفل حامي كده. عشان ينتشر كل حامي جدا. كفايه كده. كده ريحته واضحه من غير طعم. نخلي بقى البصل مع الدقيق يختلط بالايه؟ بالبيض. كده. نجيب بقى صينيه نحط لها حبه زيت. كويسين يعني، مش عشان دي هتسوي البيض خلي بالك. كده دي ممكن قوي انك تعمليها على البوتاجاز من فوق وممكن تحطيها في الفرن. انا اسهل لي بقى واسرع لي ومش فاضي عشان كفايه ان هعمل العيش، فانا احطها في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده هنحطها بقى في الفرن، مش تاخد وقت خالص معاكي عشان اعمل العيش بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده عيش بالرده. احنا طبعا بعمل معيار بسيط، انت كتري زي ما انت عايزه. عندنا كوبايتين دقيق، كوبايه الرده دي هسوي عليها مش عجينه مع بعض، معلقتين خميره، معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه زيت صغيره بس كده. دي مقادير العيش بتاعنا اللي هو عيش الرده، وطبعا هنعجنه بالميه مش بلبن ولا حاجه خالص. المره دي ده ما هيتعجن بالميه. عندنا كوبايتين دقيق، كوبايه رده نفرد عليها، ومعلقه خميره، ومعلقه سكر، وملح، وزيت، وميه. واسيب فاصل صغير ونرجع نكمل بقيه اكلاتنا. فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل وهنعمل دلوقتي مع بعض العيش بالرده اللي هو العيش البلدي بتاعنا. مقاديره ايه؟ عندنا كوبايتين دقيق، هناخد معلقه سكر واحده، معلقتين خميره، كوبايه رده هنفرد عليها العجين بتاعنا، رده ودقيق او رده بس زي ما انت عايزه، وطبعا رشه ملح، معلقه زيت، وميه للعجن. سهله كده، مفيش اي حاجه خالص. عيش بسيط جدا، مفهوش بقى اللبن ولا حاجه. احنا عايزين نعمله عيش ساده بسيط، عيش الرده بتاعنا اللي احنا بنشتريه من السوق، مفيش اي اضافات. هو ممكن بس نحطوش زيت، انا هحط له معلقه زيت بس عشان احنا هنعمله عطاسه من فوق زي ما قلت لك، عشان الافران بتاعتنا دي ما بتعملش عيش كويس. يعني انت حبيت تعملي العيش ده كده وتعجنيه وتيجي تحطيه في الفرن هتلاقيه باظ منك خالص، هتلاقيه نشف منك، مش هينفع يعني، ولا هيقب ولا هيقب. الافران دي بارده جدا
العيش اللي احنا عايزين نعمله في الفرن دوت بيحتاج افران حاميه جدا اللي هي زي بتاعت الفلاحين في البلد، او الافران الصاج الكبيره دي اللي بتلاقي النار بتاعتها واخده الجناب وطالعه للسقف، مش قادره تعمليها وتتصرفي معاها. فاحنا ابسط حاجه على قد ايدينا وبنعملها ان احنا نعملها على الطاسه من فوق، تطلع طريه، قبت او ما قبتش مش مشكله، جربي كل مره يطلع معاكي ان شاء الله احسن من اللي قبليها. احنا بنعمل عيش كتير قوي مع بعض اهو، وكل عيش شكل. جربي معانا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنعجن العيش اللي هو من كوبايتين الدقيق. حط كده كوبايتين الدقيق الاول كده، ولو جيتي بقى تحسبي التكلفه هتلاقيها بسيطه جدا برده، مش مكلفه خالص ولا حاجه. ناخد معلقه سكر واحده، ماشي، ناخد بديه عشان ايه نعجن بيها برده، سن معلقه كده بس. ناخد 2 صغننين كده نقلبهم مع بعض، وناخد رشة الملح مش كتير، طبعا العيش ده ممكن تاكلي بيه حادق وممكن تاكلي بيه مسكر، فمش محتاجة لا انت عايزاه حادق ولا انت عايزاه مسكر. فاحنا بنحط معلقة سكر مع رشة قصادها رشة ملح، مش لا تحسي بالسكر ولا تحسي بالملح، تحسي ان العيش طعمه حلو بس. العيش ده بسيط جدا مفيهوش حاجة، نقلبه كده، مش هحطه رده، رده زي اللي فرش عليها بس، ممكن رده ودقيق. نحط ايه معلقه زيت واحده كبيره يعني من المعلقه دي، نحط معاها بقى الميه اللي هنعجن بيها، ممكن تكون ميه دافيه او عاديه في الحر اللي احنا فيه ده مش مشكله. ونبدا نعجن العيش. احنا طبعا عايزين العجينه دي ماسكه نفسها جامده عشان احنا نعرف نتصرف بيها. انت عم تيجي تلاقي حد بيعمل عيش وتلاقيه بيعمل يلت كده، اسمها يلت في العيش، وتلاقي دي مليانه عيش كده وملزقه، هم مش احنا. احنا طيب طبعا جدا وتحفه، انما احنا على قد ايدين لازم نعمله عيش ماسك نفسه عشان نقدر نتعامل معاه، نحطه في الطاسه ونقلبه غير وينفش معانا كويس. فعايزين عيش ماسك نفسه، عجينه ماسكه نفسها. طبعا انا عامله لك هنا عينة، انت ممكن تعملي اكتر. هعمل بقى بيدي عشان ايه اشوف العجينة شكلها ايه، لان ممكن المعلقة تخدعني. مش طبعا مفيش حد قال بيعجب المعلقة ابدا. لو انت حابة تزودي حبة ردة هنا كمان عشان يبقى الدقيق غامق، ممكن طبعا بلاقيش عيش الدقيق البلدي خالص دلوقتي، كل اللي موجود في السوق دقيق بقى صالح للخبز او دقيق صالح عشان تعملي بقى كيكات، انما الدقيق البلدي مش بنلاقيه. فانت ممكن لو عايزه تحبي تحطي جواها رده كمان جوه العجينه، ممكن تحطي معلقتين رده جوه العجين كمان غير الفرشه هتفرشيه فيها. عايزه تخليه هو ابيض ومفروش على رده بس زي ما انت عايزه كده، هو محتاج معلقه دقيق كمان كده. نجيب معلقه دقيق شوف كده، معلقه الدقيق بتفرق ونقط الميه بتفرق في العجينات بالذات، يعني لما تحطي نقط الميه خلي بالك او السائل او اللبن بيفرق جامد جدا في اي عجين بتعمليه. هشوف الكوبايتين دول كده كويس، كده كده طبعا تعملي كميه اكبر من كده، مش هتعملي كوبايتين بس، لو تحبي تجربي جربي الكوبايتين ما يجراش حاجه، حلوه زودي بقى واعملي كمان تاني. انا بقى هسيبها تخمر كده، هي كده طبعا لما تخمر مش هتلزق، خلي بالك. وبعدين لسه هنفردها على الرده فما تقلقيش منها، هي كده ان شاء الله هتبقى ماسكه نفسها وكويس. قلقانه منها هنزود دقيق كمان، بس انا حاسه ان هي كده كويسه كده. اشطف ايدي
دي يا دوبك هنخمرها يعني ايه 10 دقايق ربع ساعه بكده، لما يكون الجو حر، لما يكون الدنيا ساقعه لا بتسيبيها بقى ايه نص ساعه ساعه الا ربع. نشيل بقى الحاجات دي كده واغطي دي، بس اهم حاجه عندي حتى لو ورق الومنيوم الموجود عشان بس الوش ما ينشفش. نسيبها دي عشان مش عشان الوش ما ينشفش بس، لا عشان كمان تخمر بسرعه، ان بخلي ايه تكون سخونه جوه البوله بتاعتي دي تخليها تخمر بسرعه. خليها كده، نضف بقى مكاني وهنعمل مع بعض شوربه على ما يدوبك تستريح بس، وبعدين نكمل لسه هنفردها طبعا، بس ما بتاخدش وقت، هو الوقت كله هنا معانا ان هي تستنى تخمر، ده الوقت بتاعنا بس. نجيب بقى هنا هنعمل النهارده شوربه قرع، نص كوبايه لبن قرع، بصله مبشوره، معلقتين دقيق، معلقتين زبده، شوربه، بس مفيش غير كده. شوربه القرع دي مفيده جدا، وده القرع اللي قلت لكم عليه قبل كده ان احنا بنعمل منه حاجات كتير قوي، حلو وحادق. عملنا منها قبل كده صينيه القرع الحلو صح، النهارده هنعمل منها شوربه. عملنا قبل كده شوربه برده بالكريمه، النهارده هنعملها شوربه دقيق. دي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، دي انا كنت شايلاها في الفريزر. يعني انت بتجيبي قرع، وعايزه طبعا بتجيبي قرعه كبيره قوي كده، انت تعملي صينيه مثلا عايزه كيلو قرع، هي تبقى كبيره، هاتيها كلها وقطعيها وحطيها في اكياس حسب طلبك، كيلو نص كيلو اكياس اكياس كده. تيجي تطلعي هتعوزي بقى مربى، نعمل مربى، نعمل شوربه، نعمل صينيه، اي نوع، تطلعي كيس على طول وتعمليه، هو هو كانك لسه جايباه بلونه الجميل ومن اي حاجه خالص، عشان ما تدورش على قرع صغنن كده، مفيش الكلام ده، لازم تجيب الكبيره وتتصرفي فيها، او كمان في ناس بيبيعوها قطع، بس يعني انصحك بلاش، الاحسن ان انت تجيبيها انت مع نفسك كده وتقطعيها وتشوفي في الفريزر. عندنا قرع، وعندنا بصله مبشوره، معلقتين دقيق، معلقتين زبده، شوربه، ولبن، وملح وفلفل، وطبعا ملح والفلفل حسب الشوربه فيها ملح وفلفل قد ايه. كده نشيل الحاجات دي على جنب، نيجي هنا ننزل الزبده، دي معلقتين زبده، تسخن ننزل فيها البصله، وبعدين هننزل معاها القرع، الاثنين هيتشوحوا مع بعض، وبعدين نديهم الشوربه، وفي الاخر خالص هنحط الدقيق مع اللبن عليها. بس كده عملنا الشوربه جميله جدا ومغذيه جدا، لان القرع مفيد جدا، فهنحاول نستغله في كل حاجه. نحط البصله، مع حبه الملح طبعا، نديها تشويحه صغيره، مش عايزين لون، عايزين تشويحه بس. كده يا دوبك تشويحه، وننزل معاها القرع نشوحه كمان، الاثنين يتشوحوا مع بعض. تحبي تحطيه في الخلاط ماشي، ما تحبيش تحطيه في الخلاط، عايزاه قطع كده زي ما هو بس مهروسه شويه ممكن. كده نقلب بقى مع بعض كده، وهنسيبه بقى على النار ياخد بقى ايه يستوي يتهري كده مع البصله،
بعدين نحط لها شوربه، ممكن اول احطها في الخلاط وممكن لا زي ما اللي تفضليه، وهسيبها اغطيها واحطها على نار تاخد وتدي مع البصله، واطلع فاصل صغير ونرجع نكمل بقيه اكلاتنا، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، كنت سايبه العجينه تخمر شويه، هنا دلوقتي نفردها او نكورها، يعني او نكورها الاول وبعدين نفردها على ايه، على ايه الرده اللي قلنا هنعمل زي ايه، زي ما بنعمل العيش البلدي اللي بنشتريه من الشارع بالظبط كده. نيجي هنا بقى نمسك بالدقيق كده ونعمل كور صغيرة كده، زي ما اتعلمنا بنعمل اي عجين بنعملها او نكورها تبقى زي البقجة كده، نحطها على الردة كده كده اهي. بصوا بلمها كده، فعلمك اللم ده نفسه يعتبر نوع من الالوان ان احنا بنعمل عجينها كده اهي. اوريك واحده كمان، اوريك كلهم يعني اهي، نعمل كده نلم كوره، نيجي بقى نمسكها كده اهي نلمها جوه بعضها كده، نجيب من تحت لفوق من تحت لفوق كده كده اهي. بصوا كده اهو بقجه، بنعمل ايه؟ بنلم بقجه، احنا بنلم ويعتبر بنعجن في نفس الوقت عجينه تانيه اهي كده اهو. نقطع على وشها، احنا اتعلمنا بقى، احنا كذا مره نعمل عيش دلوقتي. انا مجرد ما اقول لك فكره العيش ايه خلاص يبقى انت حفظتي بقى. بقجه اهي كده، اقول لك نوعه ومتكون من ايه، انت بقى العجين عرفتيه وطريقه التكوير ده عرفتيها، والفرد كمان. نعمل دي على اتنين يبقوا صغننين شويه، يبقى احنا كده الكوبايتين دقيق عملوا لنا ست رغيفة حلوين. رغيف صغنن كده، وزي ما اتعلمنا برضو قلنا ايه، احنا هناخد من اول واحدة عملناها نبدأ نفردها، واحنا حاطين ايه على النار، حاطين الشوربة. ابص على الشوربه، انا حاطط لها على فكره ايه، يعني حاطط لها الشوربه في الفاصل، حطيت لها الشوربه بتاعتها، لقيتها خلاص هي يعني مع اتسبكت كده شويه مع البصله، رحت حاطه لها الشوربه وبقت بالشكل ده. انا هسيبها لغايه ما تتشرب كمان حبه شوربه واحس ان ايه لسه شويه. بصوا بترد معايا ازاي، لسه شويه احس ان القرع ده اتهرى، ابدا احطه في الخلاط او ما احطوش زي ما انت عايزه. لو انت مقطعه القرع ده حتت صغيره وعايزه تاكليها كده، دي برده ليها طعم تاني وحلوه جدا. نجيب هنا بقى كده نبدا نفرد في ايه في الرده، ونخلي هنا كمان عشان نفرد هنا عليها كده. نجيب اول حاجه دي اول واحده، نجيب النشابه، ممكن نحط لها على وشها دقيق علشان ايه كده، مش عايزه انا يبقى تحتيها كتير قوي. بسم الله نبرد كده، لو انت حسيتي حطي النشابه دقيق لما تلزق معاكي كده. ركزي وانا عجين، انما انا عارف عجين خلاص هو حافظ بقى كده، مره بالطول ومره بالعرض عشان تطلع مدوره معاكي قدر الامكان. اي حاجه انا بقول لك قدر الامكان، قد استطاعتك ما تعمليها عادي جدا كده، وضعها بالعرض. نبدا بقى نحطها ترتاح على جنب كده، وناخد اللي بعديها
احطها شويه دقيق على وشها مبقاش ايه رده فوق وتحت كده. بص الرده لزقت ازاي اهي، كل ده رده مفيده جدا. فانت طبعا عشان ده كله هستفادي بيه، فده حاجه كويسه يعني، اسمها بتحرش المعده، تخشنها يعني كده. كده كويس قوي كده المنظر ده كده اهو. احطها استريح برضو هنا، ناخد اللي بعديها. مرة بالطول نخلص الكمية كلها فرد، وبعدين نبدأ نسوي. علشان ايه؟ انا بديها فرصة كمان العجين ده يستريح كده. عيش بردة مع العجة والشوربة كمان، مش لازم كل يوم لحمة يعني، مرة كده ومرة كده. احنا كلفنا الحلو بتاعنا شويتين وعملنا غدانا بسيط النهاردة، بسيط بس حلو. مش معنى بقى انه بسيط ان هو وحش، لا كده. مرة بالطول ومرة بالعرض. مهما تكن اكلتك بسيطة، بس انت عملتي جنبيها العيش ده زي ما قلت لك بيخليها غنية، غنية جدا بالعيش بتاعك كده. ابدا بقى ايه اولع على الطاسه عشان الوقت بتاعي تسخن بقى شويه. كده ونروح عاملين ايه؟ نكمل بقيه حاجتنا. عشان احنا عملت بصوا كوبايتين دقيق بسيط جدا اهو، بس عملك ست رغيفه حلوين جدا ان شاء الله. طبعا احلى من اي عيش بتشتريه من بره، صح ولا ايه؟ انت نخلاه وعارفه انه نضيف وعاملاه انت بنظافه. عشان بالترتيب بتاعنا انا واخده بالي ان عملت دي الاول، اعرف النظام بقى بتاعنا. بالترتيب مره طول ومره عرض عشان نحاول ندورها او ما ندورهاش، كل حاجه تعمليها تبقى حلوه. سيبها كده ارجع بقى ايه الم دول كده عشان المنظر كده مش عاجبنا. بس على فكره يعني منظر الدقيق او منظر العجين حلو في كل حاجه. ده خدنا الشبه خلاص، شكرا. نرجع نرجعه في الكوبايه بتاعت الدرجه دي، هنستعملها تاني ما حصلهاش اي حاجه كده. نرجعها بقى تاني كده ورانا ونبدا نسوي العيش. ناخد اول واحد، بسم الله التجربه بتاعتنا دايما نفضل، نحاول نرفضها من رده كده، نحطها كده ونبص كمان على الشوربه عشان هي كده شكلها خلاص كده كويسه. اطفي عليها واسيبها تهدى عشان انا احطها في الخلاط. انت عايز تحطيها ما تحطهاش مفيش مشكلة، بس انا عايزاها تهدى شوية كده. خلينا عليها شوية عشان تهدى ونجيب بسم الله. يبدأ يتشمع، ابدأ اقلب على طول. نجيب طبق نطلع عليه
العيش جنبنا هنا بقى اللي بتدور كده عشان انضف المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. بص هيبدا يقب ازاي. ده يتقال له يا جمال ويا جمال فعلا. أبص أب ولا ما أبش، عملتي عيش في بيتك أهو، محتاجش فرن ولا حاجة. نشيل بقى نحط هنا ونحط غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كويس قوي عشان الردة من تحت، فممكن نحن إيه، إحنا مخلين الردة من تحت كده أهي. بص كده أهي، عايز تحمريه من وش تاني مفيش مشكله، لو عايز وشه احمر اللي بقى الناحيه التانيه كمان هعمل لك ده وشه احمر. ده بقى عايز كل شويه تروح انت ايه بمنديل معاكي كده، الرده دي بتتحرق، ما احنا شايلينها على طول عشان ما تحرقش على اللي بعديها. يعني هجهز منديل كده معايا كده عشان اشيله واروح ايه حاطه غيره. ده طبعا لو اكلتي بيه ايه هو احلى احلى من اي غموس. ممكن نديله وش كده الناحيه التانيه تحميره شويه. برضه الناحيه التانيه اهو شايفه، اخده كده على الناحية دي. هيطلع طري مش هيطلع ناشف ولا حاجة، يعني انت استحالة ان هو في الفرن العادي ان هو هيقب كده وهيبقى كويس، هيبقى ناشف. بص بمنديل كده وابدأ ان انا انزل الردة منها كده اهو، الردة المحروقة. بس في ناس بتنق علينا، بس ان شاء الله ربنا يحفظنا. كده لو ده ما قبش بقى يبقى السر باتع. نبدا بقى ننضف بس مكاننا كده. شفت عشان الرده عملنا واحده على واحده بقت الرده محروقه شويه كده، عشان عايزه اوريك كمان الحاجات الايه اللي عملناها في الفرن. انا عايزه بس يتشمع من تحت واديله على الناحيه التانيه على طول، واشيل الحاجات دي من هنا كده خلاص. نلم كل الرده اللي مش عايزينها. هيقب اهو ان شاء الله. الحمد لله. يا رجل في العيش ده بقى احلى من اي عيش بتشتريه ولا لا؟ كفايه ريحه العيش في الشقه بتبقى حلوه جدا. كده نفض شويه الرده، ما هو عيش مش محمص لازم طبعا ينزل، ده عيش مش محمص ده عادي، بس هو كويس ان هو يعني فرق عن بعضه كده بقى كل طبقه لوحدها. ممكن تعمليه حواوشي ده كمان بيبقى حلو جدا. هنطلع بقى ايه حاجات الفرن عشان الوقت ما ياخدناش. اهي اللي هناكل بيها العيش الحلو دوت العجه بتاعتنا، والحلو بتاعنا كمان استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ام علي بتاعتنا اللي بالميفي نقلبه كده وهنيجي.
هناخد الشوربة علشان نضربها في الخلاط. واحنا كده الشوربة هنشربها مع العجة اللي عملناها، خطيرة جدا. بص العيش بتاعنا عامل ازاي ما شاء الله، كده ألمع بس دي كده عشان الردة اللي فيها، لازم كل شوية عشان الردة ما تحرقش، وننفض دي شوية من الردة كده. دي الشوربة بتاعتنا، نحطها كلها في الخلاط، وهندوب الدقيق مع اللبن وتاخد غلوة مع بعض، وكده خلاص الشوربة خلصت بتاعتنا. سهلة جدا ومغذية جدا جدا جدا. انا عملتها لك مع الاكلة دي عشان ما يبقاش قصرنا في حاجة، ما عملناش لحمة مثلا ولا فراخ ولا حاجة، لا دي كمان حلوة جدا معاها. ندي له كده وش الناحية التانية، وندي هنا خلطة. نحط هنا كمان الدقيق واللبن بالمرة بدل ما تخلطي وتلاقي الدقيق الكلكع معاكي، نعمله في الخلاط اسهل واحسن. نقلب العيش الناحية التانية كده، بس كده كده الشوربة خلصت، غلوة على النار وخلاص. العيش ده مقبش قوي، زعل ان انا ما اهتمتش بيه، معلش. نجيب بقى دي تاخد لها غلوه عشان ايه الدقيق يستوي كده. خلاص خلصنا، وهنيجي هنا بقى، عملنا النهارده ايه ام علي بالميفي، وعملنا كمان العجه بالبقدونس، وعملنا العيش بالرده، وعملنا شوربه القرع بتاعتنا اللي قلت لك ان شاء الله هستخدم لك قرع كتير، وانا فعلا عند وعدي استعملت لكم قرع كتير، ولسه كمان الغدا كده المربى كمان فاكرينها ان انا عملتها كده. العيش مع ام علي بالميفي، وهنا عندنا العجه بالبقدونس، سهله جدا زي ما عملناها، زي ما قلت لك عملناها ازاي، خمس بيضات وبصلايه مبشوره كبيره ومعلقتين دقيق وفصين توم بس، وحطينا بعد كده معلقتين دي طبعا او سويناهم مع البصله، اهي ده كويس ازاي الحمد لله. بس كده خلصنا دي، نشيلها ونغرف لك الشوربه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن على وشها ايه رشة فلفل اسود صغيرة كده. انا على فكرة حطيت هنا ايه فلفل اسود على وش العجة قبل ما ادخلها الفرن. بكده عملنا ام علي بالميفي والزبدة والقشطة اللي عملناها بقشطة علب وكيلو لبن، يعني خدنا نص كيلو ميفي على كيلو لبن على نص كوباية زبدة وكوباية سكر، وحطينا على وشه القشطة، وفيه طبعا جوز هند وزبيب، والعجة البقدونس اللي بالبيض والبقدونس والبصل والثوم، وشوربة القرع والعيش الردة. وكده النهاردة خلصت حلقتنا على خير، اشوفكم الحلقة الجاية، إلى اللقاء.